الإجراءات اليوم والتدابير اللي غادي نقوموا بها. أولا كاين المتدربين، كي كتعرفوا كاين 15,000 متدرب فوج 2019 في المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين. هاد المتدربين باش نذكركم كيوصلوا لهاد المراكز، درنا مباراه جهويه، كل مدير كل اكاديميه دارت المباراه ديالها حسب الخصائص اللي عندها. كانوا 156,000 اللي جاو دوزوا الكتابي، في 156,000 تم انتقاء 45,000 باش غيدوزوا الشفوي، و 45,000 دوزوا 15,000 في اواخر شهر يناير. التحقوا بالمراكز الجهويه وبدات فتره التكوين من يناير حتى يوليوز، اواخر شهر يوليوز. هاد المتدربين يتقاضون واحد المنحه ب 1400 درهم شهريا. الغريب هو هاد التنسيقيات مشاو ايضا كيحرضوا هاد المتدربين باش يتركوا التدريب ديالهم والتكوين ديالهم ويخرجوا للشارع. هاد المتدربين وقعوا واحد الالتزام ديال التدريب، وهاد الالتزام التدريب عنده واحد العدد ديال الشروط، لكن الغياب اكثر من 5 ايام او لا 10 ديال انصاف يوم يتم تعويضهم بالناجحين اللي في لائحه الانتظار. وهذه المسطره تم تفعيلها من طرف المديريه، من طرف الاكاديميات. اللوائح سيتم ارسالها من المركز الجهوي الى المديريه الاكاديميه، والمدير الاكاديميه غادي يعوضهم بالناجحين في هذه اللائحه الانتظار. هذا ما يمكنش هاد الناس درناهم فيهم الثقه وعطيناهم هذه الفرصه ونجحوا وكندربوهم وكنكونوهم يخليو التكوين ديالهم والتدريب ديالهم ويغادروه ويمشيو حتىهما للشارع، لانهم غيتبعوا اتجاه ديال التنسيقيه واخرين كينتظروا. التدبير الثاني بالنسبه للاطر الاكاديميات، عندنا هنا جوج فئات باش نفرقوا بيناتهم. كاين الاساتذه اللي باقي ما التحقوا بعملهم لحدود اليوم، غادي نحركوا المسطره ديال ترك الوظيفه. هاد المسطره ديال ترك الوظيفه مؤطره بالقانون بالنظام الاساسي. في النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه هو 75 مكرر، وفي النظام الاساسي ديال الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين هو 103 المماثله والمطابقه، نفس المسطره. شنو هي المسطره؟ هو انذار 48 ساعة بالنسبة للعالم المجال الحضري، 3 ايام القروي، كنعطيهم 7 ايام باش يلتحقوا، لا ما التحقوش في 7 ايام كنقطعوا الاجر، وفي 60 يوم لا ما التحقوش كيتم العزل ديالهم. هذا هو مضمون ديال 75 مكرر وديال 103. هذه فئة ديال واحد الاساتذة. الفئة الاخرى واللي بغيت نفرقها هما هاد الناس اللي كيدعيو كيكونوا تنسيقيات الذين يعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس واللي كيضروا بالمصلحه العامه. هادو سيتم الشروع في العزل ديالهم، هذا قرار ديال الحكومه. وهذا العزل ديالهم سيتم من طرف مديرين اكاديميات، لان هما اللي وظفوهم هما اللي غيعزلوهم. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس.